اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. تعالوا النهارده نعمل ميني بيتزا سهله في التشكيل وكمان اقتصاديه في الحشوه، هتطلع معاكي كميه كبيره من النص كيلو. تعالوا بقى نشوف الطريقه. طبعا مطلوبه مننا كتير في اللانش بوكس للمدارس، وهتطلعيها بعجينه تحفه. هتجربي العجينه دي، عمرك ما هتعملي بيتزا غير بالعجينه دي، عجينه قطنيه وعجينه هشه وكمان مكوناتها اقتصاديه جدا. تعالوا بقى نسمي بسم الله، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وادعمي القناه بالاشتراك واللايك للفيديو. اول حاجه كده ضفتها في بوله، حطيت كوبايه ميه كبيره والميه تكون معايا دافيه، ونزلت عليها بنص معلقه من الخميره او نص باكيت من الخميره. والخميره اللي انا استعملتها النهارده حلوه جدا، اللي هي خميره كوكس زي البيكنج باودر، عاملين منها خميره بتطلع المعجنات ناجحه جدا. ضفت عليها معلقتين من السكر، وبعد كده ضفت معلقتين كبار من الزيت، ومعلقه او نص معلقه كبيره من الخل، وطبعا ذره الملح، اي نص معلقه بس من الخل او معلقه صغيره من الخل. الخل بيخلي العجينه معاكي هشه، وكمان في نفس الوقت بيخليها بيحسن، بيكون محسن للعجينه او محسن للدقيق. خلاص كده ابتدي كمان اضيف معلقه كبيره من الحليب البودر، وده اختياري، لو مش عايزه تضيفيها خلاص عادي استبعديها خالص، وعجين العجينه بالميه بس وهيطلع معاكي زي الفل. هبتدي بقى ان انا انزل بالدقيق. هنا معايا نص كيلو من الدقيق، وطبعا نخله كويس جدا، وابتدي ان انا هنزل بنص كميه الدقيق واضربهم كويس الاول بالمضرب، وهضربها كده زي ما انتم شايفين لحد ما يكونش فيها اي تكتلات، ويكون قوام العجينه معاكي شبه قوام الكيك او زي ما انتم شايفه كده. ليه بعمل بقى الخطوه دي في الاول؟ بتخلي الجلوتين اللي في الدقيق يتفاعل بسرعه او يشتغل معاكي بسرعه، وبتسهل عليكي ان انت تقعدي تعجني كتير في العجينه، وبتطلع معاكي طريه جدا. وهتشوفي دلوقتي معايا العجينه عامله ازاي. ابتديت بقى ان انا انزل بباقي الدقيق، وهعجن بايديا عشان خلاص كده العجينه هتبقى تقيله على المضرب، وهعجن كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي خالص مع العجينه اللي احنا عاملينها. وبصوا هتلاقي ان العجينه طريه خالص وفيها مطه، علشان طبعا الجلوتين تفاعل في العجينه بسرعه من الخطوه الاولانيه اللي احنا عملناها. هبتدي ان انا لقيت ان الدقيق معايا محتاج شويه اكتر من نص كيلو، نخلت كوبايه من الدقيق جنبي علشان اشوف هاخد قد ايه. انا اخدت نص كوبايه بس من الدقيق على النص كيلو، يعني اللي ضفته في العجينه كلها نص كيلو ونص كوبايه زياده على النص كيلو بس كده. ابتديت بقى ان انا عجنها، ولمت معايا العجينه كده زي ما انت شايفه. العجينه ما بتكونش ناشفه خالص، العجينه بتكون بتلزق كده حاجه بسيطه. هبتدي بقى ان انا احط عليها شويه من الزيت وهغطيها واسيبها تختمر، وهتختمر في حوالي نص ساعه هتلاقيها اختمرت معاكي. ابتدي بقى ان انا احضر الصلصه بتاعه البيتزا، هي صلصه عاديه خالص، معلقه صلصه اللي هي في البرطمانات العاديه اللي احنا بنشتريها، وزودتها شويه ميه خففتها، وبعد كده زودت عليها شويه من الزعتر. وادي العجينه معايا بعد ما اختمرت، بصوا ما شاء الله اختمرت وتضاعف حجمها قد ايه. من غير بيكنج باودر ما تضيفيش لعجينه البيتزا بيكنج باودر، بتخليها شبه الكيكه، لكن كده تبقى عجينه بيتزا زي اللي بتشتريها من الافران او بتشتريها من البيتزا من بيتزا هات نفسها. وجربيها ان شاء الله هتعجبك جدا، وكل ما العجينه تبقى معاكي طريه كل ما البيتزا تطلع معاكي تحفه، زي فكرة العيش كده. هي البيتزا هي زي العيش، زي ما تعجني العيش هتعجني البيتزا وتطلع معاكي طرية وتحفة، وزي اللي بتشتريها من برا. مش عايزين بقى اي افتكاسات تانية في البيتزا، هي البيتزا من غير ان هي مية وخميرة وبس. ابتديت بقى ان انا اعمل كويرات كده زي ما انتم شايفين، وعلى قد ما اقدر خليت الكويرات كلها قد بعضها، وبدل بقى ما افرد العجينه كلها واقعد اعمل اشكل بقطاعه فكده اسهل لي. هنا معايا سميد، سميد البسبوسه، ببتدي ان انا احط العجينه كده او الكويرات اللي انا شكلتها في سميد البسبوسه كده، حاجه بسيطه بتبقى القاعده بتاعه البيتزا ما بتتحرقش معاكي، وفي نفس الوقت بتديكي القرمشه حلوه، وما بتحتاجيش بقى ان انت تدهني الصاج زيت. هبتدي بقى ان انا اعمل البيتزا كلها كده زي ما انت شايفه، ولو جربتيها ودقتيها هتحسي ان عجينه بيتزا هات اللي احنا بناكلها من بره بتبقى فيها قرمشه من تحت كده، بتبقاش عارفين ايه القرمشه دي. القرمشه دي بيكون حاطين او فردين البيتزا على السميد البسبوسه. السميد اهم حاجه ان يكون سميد ناعم، ما يكونش سميد خشن يعني.
عملت شكلت او حطيت الكويرات كلها كده في الصاج اللي انا هخبز فيه، وابتدي بايديا كده ان انا اعمل فراغات كده جوه العجينه. والعجينه ما شاء الله كل ما بسيبها يعني بتختمر، يعني مسافه ما خلصت الكويرات كلها لقيتها اختمرت، فما بتيجي تدوسي عليها كده بيبقى الاحرف بتاعت العجينه كده زي ما انت شايفه طالعه لفوق، والقطعة اللي في النص بس هي اللي مجوفة كده. هتعملي تجويف كده زي ما انت شايفة بايديكي او بصوابع ايديكي كده بالشكل ده، سهل خالص في التشكيل، وفي الاخر بتطلع شكلها حلو جدا. وعلى قد ما تقدري خلي الكويرات كلها قد بعض عشان يبقى احجام البيتزا كلها طالعة معاكي قد بعض. بعد ما بعمل التجويف كده زي ما انت شايفة بخرم التجويف اللي انا عملته بشوكة علشان ما يعلاش تاني، ويبقى هتعلى تاني بعد التخمير وهيبقى كلها قد بعض، لأ انا عايزاها تبقى فيها تجويفة كده والأحرف طالعة كده زي البيتزا اللي احنا بنشتريها من بره. ابتديت بقى ان انا احط الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض واوزعها كويس جدا على الميني بيتزا كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بحط شوية من الجبنة الموزاريلا، اي نوع جبنة بقى عندك، اي بواقي جبنة ممكن تعمليها، مش شرط يعني يكون عندك جبنة موزاريلا علشان تعملي البيتزا. والكميه معايا هنا طلعت الصاج ده، وطلع كمان 4 حبات من البيتزا حطيتهم في صينيه تانية، يعني كميه حلوه قوي من 0.5 كيلو من الدقيق، ومش مكلف خالص، العجينه اقتصاديه خالص، وكمان الحشوه بصوا اقتصاديه، شويه اي شويه بواقي جبنه عندك وشويه خضار، شويه فلفل، زيتونتين، اي حاجه، وبتطلع طعمها حلو وبتبقى شكلها تحفه. وطبعا الولاد بتحبها جدا في اللانش بوكس، او حتى هتفطري بيها هتتعشوا بيها، بتبقى في منتهى الجمال. خلاص كده حطيت كل يعني حطيت خضار وحطيت زيتون، وهحط كمان كنت عايزة احط حاجة تنورها كده اي الوان، فكنت عايزة احط فلفل الوان ما لقيتش، فلقيت طماطم قطعتها كده طماطمية صغيرة، اللي مكعب كده طماطمية صغيرة لكل بيتزا، اديت لها شكل حلو. هبتدي بقى ان انا ادهن الاحرف دي عشان تطلع معايا محمرة وتحفة كده وتاخد لون، بشوية من اللبن، و يعني معلقة كده من اللبن البودر، معلقة صغيرة، وبزود عليها شوية مية صغيرين، بيبقى اللبن يبقى تقيل شوية ما بيبقاش خفيف مية، علشان ما ينزلش على الورق الزبدة اللي انا حطاه وتلاقي البيتزا معاكي لزقت في الصاج. لا انا كده بحطها، بتبقى يعني اللبن بيبقى شبه شوية القشطة، يعني لو عندك قشطة ومش عندك لبن بودر ممكن تعملي الخطوة دي. خلاص كده دخلتها على الفرن، طبعا الفرن بيكون سخن جدا على اعلى درجة، وبحطها في الرف الاوسط، واول ما بلاقيها استوت من تحت بروح فاتحة عليها شوية تاخد لون، وبس كده، بس اهم حاجة تدخليها في فرن سخن وبتطلع معاكي زي الفل. وجربيها ان شاء الله تعجبك، ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. انا عمر، شوفيني، السلام عليكم.